احنا اتفقنا ان احنا حلقة السبت وحلقة الحد هنخصصها لأطول مدة في حياتنا، بس هنخلي حلقة السبت عشان نتكلم على ازاي نجدد الحب وازاي نخلي السعادة تدب في حياتنا الزوجية وفي علاقتنا اللي هي أطول علاقة وهي الزواج، فبنخليه وجزء ده بنسميه أصحاب السعادة. إنما النهاردة شوية هنبتدي نقاوم ونزق في الاتجاه الصحيح ونحاول بقدر الإمكان نواجه إيه؟ نواجه منبئات الطلاق اللي بتقول إن إحنا عندنا أسباب لزيادة الطلاق. وعشان كده إحنا الأسبوع اللي فات جالنا سؤال من مشاهدة كريمة وجاوبنا عليها إن زوجها بيكلمها عن منبئ من منبئات الطلاق، بيقول لها دايما وبيتهمها إن هي السبب في عدم شعوره بالسعادة في إيه؟ في علاقتهم الخاصة. وعشان كده وإحنا بنقول إحنا بنلاحظ في مراكز الإرشاد الزواجي زي ما إحنا بنلاحظ في مركز الإرشاد الزواجي في دار الإفتاء، بنلاحظ إن في حد اسمه الحاضر الغائب في أسباب الطلاق. إيه الحاضر الغائب ده؟ الحاضر الغائب والقاسم المشترك في حالات طلاق كتيرة اللي الناس ما بيتكلموش عنه وسايبينه يسري في الحياة الزوجية ويهد فيها لبنة اسمه إيه؟ انخفاض التوافق الزواجي. مش هيبقى غريب إن أنا أقول لكم إن ساعات بتوصل للإحصائيات دي 70% وساعات بتبتدي من 53% إن الأسباب وراها لما بنتعمق انخفاض التوافق الزواجي. ما كناش ممكن نتكلم في الأمر ده غير ما نتكلم مع حد بيبقى دايما شريكنا ودايما معانا بيساعدنا وبيساندنا بعلمه، وخاصة في تخصص دقيق وهو تخصص الطب النفسي. ولازم كنا نتكلم مع الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي. دكتور محمد إزاي حضرتك؟ يا أهلا وسهلا دكتور عام. طبعا حضرتك عارف إن إحنا دايما الموضوع دوت إحنا في حالات الإرشاد الزواجي بيبقى دايما الموضوع ده بيجي في الآخر ويكشف لنا عن أشياء كتيرة. في رأي حضرتك هو التوافق سبب من أسباب السعادة الزوجية ولا لأ؟ هو احنا بس هنسمي الاسم بقى التوافق الجنسي. ايوه صح، التوافق النفسي الجنسي بالظبط. وده زي ما حضرتك قلت هو العنصر الحاضر الغائب. بمعنى ايه؟ انه لما عملوا دراسات يشوفوا الناس بيطلقوا ليه، فما في دراسات ما حطوش فيها العنصر ده صراحة، يعني سابوا الناس تقول، فالناس اتكلمت في تفاصيل تانية كتير، اتكلموا في تدخل الأهل، اتكلموا في الأحوال المادية، اتكلموا في اختلاف الطباع، اتكلموا في حاجات كتيرة قوي وما جابوش سيرة الموضوع ده. فلما اتعمل بقى دراسات أخرى واتحط الحاجات بالاسم، فلما ظهر اسم هذا العنصر الجنسي اللي الناس ما جابتش سيرته في دراسات سابقة، طلع زي ما حضرتك قلت كده انه 70% من الناس أشاروا إلى أنه هذا العامل عامل مهم جدا. وده صحيح، يعني إحنا نفسيا وعلميا يعني نقبل هذه النتيجة أنه فعلا ده له أثر كبير، لأنه هو بيشتغل في اتجاهين. يعني لما بيكون في توافق نفسي بيبقى بيساعد أن يبقى في توافق جنسي، والتوافق الجنسي بيحسن التوافق النفسي. يعني مسألة كأني زي ما بيقولوا كده في دياليتيك، ده يتحسن. كده فالعلاقه في الاتجاهين شغاله. وعشان كده احنا حتى يعني نقول انه العلاقه الجنسيه بين الزوجين هي ترمومتر للعلاقه الزوجيه عموما. لانه لما بيبقى الامور في تناغم وفي هارموني كده ما بين الزوجين هتلاقي انه ده بيتنقل برضه للعلاقه الخاصه. فالعلاقه الخاصه ترمومتر حساس جدا للعلاقة الزوجية بعمومها. يعني المؤكد لكلام حضرتك ان احنا بنلاحظ ان لو العلاقة كويسة بنلاقي في تواصل غريب شوية، النظرات، الحركات، يعني الابتسامات، وهم في وسط الناس، فده بيؤدي الى تواصل كده السعادة ووشهم كده منور صحيح وحالة هدوء كده وانبساط.
طب يعني إيه؟ بيبان عليهم حتى الناس اهالينا البسطاء الطيبين كانوا زمان كده لما يشوفوا الرجاله مثلا يشوفوا حد كده وشه مرتاح كده ومبسوط فيقولوا له يعني اكيد مبسوط بالظبط. والستات تقول لي الستات انت وشك مورد. ايوه بالظبط. طب دكتور محمد معلش عشان في اسئله بتبقى مهمه عندنا، ايه الاشياء النفسيه اللي بتفقد الناس السعاده في العلاقه الخاصه؟ شوف اول حاجه انه يكون فيه مشكله في تنافر في الطباع او تنافر في المستوى الاجتماعي او المستوى المادي او اي حاجه بالشكل ده، فلما بيكون فيه اي عامل للتنافر فبيبان بشده وبقوه في هذه العلاقه. لان العلاقه دي محتاجه هارموني جامد جدا ما بين الجهاز العصبي للزوجه والجهاز العصبي للزوج، فاذا كان في اي توتر في الجهاز العصبي هنا او هنا نتيجه لاسباب تنافر فهتبان بشده. في عامل بقى ثاني مهم وهو الجهل باساليب هذه العلاقه، لانه هذه العلاقه بتحتاج لتوقيات وتحتاج لاليات في الممارسه، تحتاج لتعلم ازاي تتم بشكل جيد وازاي كل طرف يسعد الطرف الاخر، فده الجهل بهذه الذوقيات والاليات في الممارسه يؤلم احد الطرفين او يحبط احد الطرفين. في بقى عامل ثاني مهم وهو الانانيه الشديده عند احد الطرفين، انه يبقى مثلا الزوج عايز يشبع احتياجاته في العلاقه ولا يهتم باحتياجات الزوجه. وساعات يجي على حساب احتياجاتها فتتالم أو تحبط أو يعني يحصل مشاعر سلبية فتكره هذه العلاقة، ولما تكرهها يبدأ الجسد يرفضها، فتلاقي الست تقول لك أنا أول ما بيتكلم في حاجة تخص هذه العلاقة ألاقيني دماغي صدع وجالي مغص وجسمي كله بيوجعني واحتقان في منطقة الحوض والحاجات دي كلها، أو لو هو أخذها بشكل عنيف أو شكل غير رقيق أو غير لطيف، مفيش مقدمات كافية، مفيش تجهيز كافي، كان بيعملها وحش طول النهار وجاي بالليل يطلب الحاجه دي ضربها في اليوم ده وعايزها في يحصل بقى التشنج بقى. فهنا يحصل بقى حتى ايه ساعه العلاقه تحس الزوجه انها تغتصب، وحتى صحيح. ممكن ترجع ساعه الحاله او ساعه تغمى عليها يجي لها الام في الجسم في الظهر في البطن في الرجلين في اي حاجه من دي، وبعدين مع تكرار ده انه الحاله العلاقه بتتم في ظروف سيئه تبدا هي تكره هذه العلاقه وتكره من يعني تحدث معه هذه العلاقه، وده يبدا يرسب مشاعر سلبيه عميقه جدا في نفسها فيها نفور وفيها كره وتبقى عايزه تخلص منه باي شكل، وساعات حتى لو هي مش بتفكر في الطلاق تقول له يا ريت تتجوز يا ريت، دي العلاقه الحاله الوحيده اللي زوجها فيها بتقول لزوجها يا ريت تروح تتجوز لانها عايزه تخلص من العلاقه باي ثمن. وهنا بقى بيبدا التراكم الشديد اللي بيفضي للنهايه. دكتور محمد انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي على كل هذه المعلومات المفيده الايجابيه جدا جدا في هذا الملف المهم الجيد. شكرا دكتور محمد. عفو ربنا يبارك في حضرتك يا رب.